خلينا بقى ننتقل لزميلة أخرى متألقة برضو، مريم سميح، بس نتابع معاها بقى أخبار الصحف والجرائد المختلفة وجريدة تحديدا اليوم السابع. نروح دلوقتي معاها ونعرف آخر الأخبار، ويمكن من المنشطات المهمة برضو الخاصة باليوم السابع بيتكلم عن أرقام موسيماني مع الأهلي بعد التتويج بالسوبر، وأعتقد كلنا بنبقى حريصين إن احنا نعرف الأرقام، لغة الأرقام برضو بتكون مهمة جدا لجماهير النادي الأهلي. مريم صباح الخير وسامعينك، اتفضلي. يا صباح الفل، يا صباح السوبر عليك يا نهواند وعلى كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا ببارك لكم، ببارك لنفسي وببارك لكل مشجعي الأهلي في كل مكان في الدنيا وفي العالم على طبعا الفوز بالسوبر الإفريقي. طبعا زي ما انت قلتي بيبقى مهم جدا ان احنا نعرف الأرقام، وده طبعا اللي عمله يعني موقع اليوم السابع، ان هو عد تقرير عن أرقام بيتسو موسيماني القياسية مع النادي الأهلي. ولكن خلينا الأول نبدأ بالعنوان اليوم السابع، أرقام موسيماني مع الأهلي بعد التتويج بالسوبر. الحقيقة أن التقرير بيرصد الأرقام القياسية اللي حققها مستر بيتسو موسيماني منذ تولي يعني مهام المارد الأحمر في أكتوبر الماضي، يمكن بدءا من دوري أبطال أفريقيا، كمان يعني كأس مصر، ثم في يعني كأس سوبر الأفريقي. ده طبعا بخلاف كأس العالم للأندية، وطبعا النادي الأهلي بعد ما حقق يعني البرونزية أو ثالث كأس العالم للأندية في شهر فبراير الماضي. كمان عايزين نقول ان بيتسو موسيماني لم يخسر اي مباراه قبل مواجهه نهضه بركان في السوبر الافريقي في خروج المغلوب بالكاس وافريقيا مع الاهلي، وحقق الفوز في جميع المباريات بالبطولات القاريه سواء في دوري ابطال افريقيا وكاس مصر وكمان كاس السوبر الافريقي. كمان جاءت خساره الاهلي الوحيده خلال الفتره الماضيه في كاس العالم للانديه او مونديال الانديه امام بايرن ميونخ، حيث فاز في 10 مباريات من اصل 11 مباراة خاضها النادي الأهلي. عايزين نقول طبعا أو أن التقرير بيقول أن فوز الأهلي بالسوبر الأفريقي بيعزز رقمه القياسي في عدد المرات أو التتويج بلقب يعني سوبر أفريقي، وهم 7 مرات للبطولة التي أطلقها الكاف في مطلع التسعينيات. كمان عايزين نبارك لكل تشيلسوية أو مشجعي تشيلسي في كل مكان للفوز بدوري أبطال أوروبا ومن الإمارات اليوم، سجل الفائزين وأبرز الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا. الحقيقة أن الإمارات اليوم برضو كانت مهتمة أن هي يعني ترصد أو تقول الأرقام القياسية لبطولة دوري أبطال أوروبا فيما يأتي، وسجل الفائزين كمان لكرة القدم في الأعوام العشرة الأخيرة للمسابقة اللي انطلقت عام 1956. عايزين نقول طبعا سجل الفائزين يعني بخلاف 2021 تشيلسي، 2020 بايرن ميونخ، كمان 2019 ليفربول، 2018 2017 2016 كان يعني دوري ابطال اوروبا من حظ ريال مدريد، كمان 2015 من حظ برشلونه، و2014 ريال مدريد، 2013 بايرن ميونخ، 2012 تشيلسي. عايزين نقول كمان الانديه الاكثر القابا، 13 لقب لريال مدريد، 7 ألقاب لميلان، 6 ألقاب بايرن ميونخ وليفربول يعني في نفس المستوى أو في نفس الترتيب، 5 ألقاب لبرشلونة، 4 ألقاب لأياكس أمستردام. وكمان يعني الإمارات اليوم عدد برضو أرقام قياسية للدول الأكثر ألقابا، 18 لقب لإسبانيا، 14 لقب لإنجلترا، 12 لقب لإيطاليا، 8 ألقاب لألمانيا، و6 ألقاب لهولندا. ومن بوابة أخبار اليوم، جهاز الأولمبي خلية نحل قبل الإعلان عن قائمة المنتخب. يعكف الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب على تقييم جميع اللاعبين قبل اختيار قائمة أحفاد الفراعنة المنضمين لمعسكر الإعداد، واللي بينطلق يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في يوليو المقبل. يستهل المنتخب المصري مشواره في المجموعة الثالثة للأولمبياد بمواجهة إسبانيا في يوم 22 يوليو المقبل، كمان ده هيكون في 9:30 صباحا على أن يواجه الأرجنتين في الجولة الثانية في يوم 25 من نفس الشهر في برضو 9:30 صباحا أيضا، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء أستراليا في 28 يوليو في 1 ظهرا. يجهز جهاز المنتخب قائمة مبدئية تضم أكثر من 25 لاعب قبل الإعلان
عن القائمة النهائية المحدد لها في نهاية يونيو المقبل وفقا للائحة البطولة، واللي بتضم 18 لاعب بجانب 4 لاعبين من ضمنهم حارس مرمى بشكل احتياطي، مع السماح لثلاث لاعبين كبار ضمن القائمة الأساسية إذا رغب طبعا الجهاز الفني. كمان بينتظر شوقي غريب ومعاوني رد نادي ليفربول طبعا على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل. قبل نهاية جولتنا الصحفية طبعا زي ما متعودين لازم نفكر مشاهدينا بمواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري تحديدا. ام بي والانتاج الحربي في تمام الساعة 5 مساء، كمان سموحة والمقاولين العرب في تمام الساعة 5 مساء، واخيرا الجونة والزمالك في تمام الساعة 9 مساء. ببارك لكم مرة تانية طبعا على يعني لقب السوبر الافريقي، بشكركم جدا، العودة للاستوديو مرة اخرى. واحنا بنشكرك جدا يا مريم على التغطية الاكثر من رائعة، شكرا لك جدا وشكرا.